بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي قناه بعد الماتش. سلام عليكم جميعا جمهور نادي الزمالك النادي الاكثر تتويجا بالبطولات الافريقيه في القرن العشرين واكبر قلعه رياضيه في مصر. يمكن عاوز كده لغايه لما الناس تبدا بقى تدعمنا. الفيديو ده مهم جدا باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. عاوز اقول لكم على حاجة، سؤال بيخطر في ذهني محتاج اجابة من حضراتكم عاجلة قبل ما نبدأ في التقيل. هل الكابتن الخطيب اطلق صبيان في مجلس الادارة، الناس اللي تهكمت على الكابتن حسين لبيب، الناس اللي طلعت اتريقت على الكابتن حسين لبيب، ثم الباشا اللي انا مش عايز تتكلم عليه كتير ولا اجيب اسمه ولا عقب على اي كلام بيقوله، الباشا اللي لسه متعين في قناة النادي الاهلي ذو الموهبة، هل الكابتن الخطيب سرحهم علينا كزمالك ومجلس ادارة نادي الزمالك سرحهم علينا في الاعلام وهو بعيد؟ انا ماليش دعوة، انا ما بردش، ده الصبيان اللي عندي هم اللي بيردوا، سواء الموهبة اللي موجودة في القناة ولا البشوات اللي دمهم خفيف اللي معاه في مجلس الادارة، الشباب الصغير اللي معاه في مجلس الادارة. اكتب لي رأيك، هل هذا صحيح ولا انا عندي نظرية المؤامرة؟ وكابتن خطيب بعيد ما بيعملش حاجة، انا ماليش دعوة، ده هم والله مش انا، هم بصوا وحشينهم. اوكي، يمكن النهاردة نادي الزمالك عمل فحوصات طبية شاملة للباشا اوفي ايجاريا. دكتور محمد اسامة النهاردة عمل له العديد من الفحوصات الطبية والقياسات الفنية والقياسات والتحاليل اخرى للاعب، عمل له مسح شامل. تمام، خلصت القصه لغايه كده؟ لا، بكره ان شاء الله باذن الله في الجزء الثاني، في بكره تحاليل تانية وفحوصات تانية في احدث المستشفيات المتخصصه. فده يوريك ان نادي الزمالك ماشي بخطى ثابته مع اوفي ايجاريا. الصفقه دي كده صفقة كلها ديناميت، لازم تخلي بالك لانها صفقة يا تنجح قوي وتكسر الدنيا قوي يا اما ولا بلاش. فده بالنسبة للدكتور محمد اسامة. كابتن شوقي عبد الشافي بسرعة كده، نجم النادي الاهلي السابق، بيقولك الاهلي هو السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار اللاعبين واول الاندية التي تسببت في ارتفاع اسعار اللاعبين، وكانت الخطوة الاولى بشراء صلاح محسن ب 42 مليون جنيه. ده كابتن شوقي عبد الشافي الراجل الاهلاوي المحترم وشهد شاهده من اهلها، ان اللي بوظ الكرة المصرية وعلى سعر اللعيبة هو النادي الاهلي، اللي بوظ الدوري هتلاقيه هو النادي الاهلي، اللي مبوظ الحكام واتحادات الكورة ولجنة المسابقات ورابطة الاندية وكل البتنجانات دي هو النادي الاهلي. هو الوحيد، دور على اي مصيبة في العالم هتلاقي وراها النادي الاهلي. فده بالنسبة للنادي الاهلي. النهاردة اخيرا، اخيرا، ان تأتي متأخرا خير من انك انت ما تجيش خالص. النهاردة كان في اجتماع لمندوبي الاربع اندية المشاركة في كأس السوبر المصري، الزمالك وبيراميدز والاهلي وسيراميكا. كل نادي كان ليه طلب، من ابرز الطلبات النادي الاهلي ارسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة بيطلب فيها حكام اجانب لمباريات السوبر المصري، وهنيجي دلوقتي للاهلي، ولكن ده خبر كده عاجل حبيت احطه لك في الاول عشان هنجيله بعدين. الزمالك ايه الطلب بتاعه؟ الزمالك طلب، والنهارده اللي كان مندوب الزمالك كان عبد الواحد السيد، الزمالك طلب تعديل موعد مباراته الاولى امام بيراميدز، تعديل الموعد، لان الساعة 5 ده هيكون الجو حر والرطوبة عالية والملعب ضيق، فالقصة هتبقى صعبة على نادي الزمالك وعلى بيراميدز. فالزمالك والكابتن عبد الواحد السيد النهارده طلبوا الطلب ده من اتحاد الكورة، اتمنى ان يتم الموافقة عليه. كاف بيغرم النادي الاهلي 30,000 دولار بسبب بعض المخالفات من جماهيره في لقائي الترجي التونسي ومازيمبي. اوكي اوكي، تمام تمام. طيب، بشرة خير للزمالك في الكونفدرالية. الأستاذ المحترم رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري كان ليه تصريحات النهاردة وقال إن مباراتي الكونفدرالية ما بين الزمالك والمصري، مباراة الزمالك
هتكون في استاد القاهرة، ومباراة المصري بيشوفوا لها لغاية دلوقتي ملعب، والراجل بيقول لك بنسبة كبيرة يعني هيستقر بنا الحال ان المباراة تكون في ملعب العاصمة الإدارية الجديد، ملعب جميل اللي اتلعب عليه البطولة اللي هي الودية اللي كان معانا كرواتيا ومش عارف مين، ملعب جميل جدا وتحفة معمارية نتباهى بيها قدام العالم. فاحتمال كبير تكون مباراة المصري في استاد العاصمة الإدارية. بصراحة دي حاجة كويسة جدا 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 جدا، وأحيي عليها النادي المصري، أو النادي المصري الأستاذ يعني متمثلا فيه الأستاذ رجب عبد القادر اللي هو نائب رئيس النادي المصري. تعالى ندخل في موضوع مهم. الكابتن مدحت شلبي كان ليه تصريحات مهمة قوي 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 على موضوع الكندوسي، والكابتن مدحت شلبي بيؤكد ان الاهلي مهدد بسداد 50 مليون جنيه الكندوسي، واعلان الاهلي بيع احمد كندوسي المعار لسيراميكا كليوباترا جانبه الصواب، والاهلي لن يتمكن من بيع اللاعب الا بعد الحصول على موافقة كندوسي، نفس الكلام اللي قلته لكم الصبح، الا بعد موافقة كندوسي، وذلك وفقا للوائح الاتحاد الدولي فيفا. كندوسي قد يطلب الحصول على قيمة عقده بالكامل من النادي الاهلي، وفي حالة في حالة رفض قرار بيعه هيطالب بالحصول على عقده بالكامل. في حالة تمسك اللاعب برفض قرار البيع وتمسك الاهلي برغبته في الرحيل، يعني لو اللاعب متمسك ان انا مش هتباع ولا يتم اعارتي، وفي نفس الوقت الاهلي عاوز يبيعه، سيطلب وقتها الحصول على قيمة عقده بالكامل، وسيكلف ذلك خزينة النادي الاهلي ما يقرب من 50 مليون جنيه، وان عقده مع الاهلي ممتد حتى موسم 2027. يعني بالكلام ده، وده قريب جدا من الكلام اللي انا قلته الصبح، اني كندوسي هو اللي خانق النادي الاهلي، مش الاهلي اللي خانق كندوسي، خليكم فاكرين الكلمة دي. طيب ده بالنسبة للكابتن مدحت شلبي. الزمالك خلاص بيقترب من التعاقد مع اوفي ايجاريا اللاعب نجم الانجليزي اللي هو من اصول نيجيرية، ولكن الزمالك عايز يفضي مكان. مين اللي موجود وقارف نادي الزمالك وقارف جماهير نادي الزمالك ومتبت فيها؟ نجم سامسون باشا اكينيولا. زمالك اخر عرض عرضه على سامسون، هنديك يا ابني 50% من قيمة عقدك السنة دي، وهتتنازل عن 50% الباقيين. طبعا هو سامسون لغاية ما انا بكلمكم دلوقتي مردش على ادارة نادي الزمالك، وانا بقول لكم توقع الشخصي برضو، مش عارف رأي حضراتكم ايه، ان سامسون مش هيرد على ادارة نادي الزمالك. واحد بياخد له 650 الف دولار، ليه اخد 300 الف وامشي؟ وليه اتنازل عن الباقي؟ ما انا قاعد واكل شارب نايم في 100 عقبة، ومعمول لي عقد خيالي، بدل ما كنت باخد 2 جنيه ونص وحزمتين كرفس في فنزويلا، لا دلوقتي باخد 650 الف دولار. ده انا ابقى عبيط لو مشيت وسبت الميغة دي. يعني انا كمحمد مصطفى لو قالوا لي يا محمد انت بتاخد 650 الف دولار وانت زملكاوي وبتحب الزمالك، اتنازل عن نص الرقم ده عشان نادي الزمالك، اقول لهم بصوا انا زملكاوي او كل حاجة، ولكن هتجيب لي الاخضر ساعتها بقى، ولا تقول لي انا طبعا بهزر معاكم، يعني ده انا اتنازل عن الفلوس كلها، ماشي اوعى تصدقني. فده بالنسبة لسامسون اكينيولا اللي هو ما ردش، ولكن انا متوقع رده على نادي الزمالك هيكون عامل ازاي. بص بقى يا سيدي، بيقول لك ايه؟ بيقول لك انسحاب الاهلي من السوبر. الاهلي النهارده مع المندوب بتاعه بعت خطاب رسمي لاتحاد الكوره، قال لهم انا عاوز حكام اجانب وعاوز فول بوطه ومحدش ياكل معايا. تخيل الاهلي اللي كل بطولاته واخدها بالحكام، هجيب لك بس اخر بطوله الدوري جايبين حكم اجنبي من على مزاجهم، من على موقع من اللي هو على مواقع النت ده، عارف انت تسوق عبر الانترنت، وهم بقى جايبين اتنين حكام للماتشين بتوعهم من تسوق عبر الانترنت. عارف انت بتدخل بتقول الشروط بتاعتك، عاوز مثلا موبايل يكون بكام ولونه ايه وماركته ايه، وتكتب وتدي اوردر فيجي لك الموبايل اللي انت عاوزه بنفس المواصفات اللي انت كاتبها. فالاهلي دخل على الانترنت
على احد المواقع بتاعت التسويق والبيع اونلاين، وبعت مواصفات الحكام، انا عاوز حاكم يديني دوري، عاوز حاكم يكون مدلس. راحوا جايبين له 2 مدلسين والاهلي فاز بالدوري ده عن طريق الحكام. تعال خد بطولة افريقيا، ضربتين جزاء يا مؤمن في بطولة افريقيا ما تحسبوش للترجي التونسي ويكسب الفاسد بالحكام. ده غير وغير وغير، انا بس جبت لك اخر بطولتين الاهلي اخدهم، اخر بطولتين. فتخيل بقى هذا النادي بيقول لك انا عاوز حكام اجانب، ضغط غير طبيعي على الحكام المصريين اللي هم خلاص التأشيرة بتاعتهم بتطلع وهيسافروا. جه قال لهم لا انا عاوز حكام اجانب وهاتولي حكام اجانب. طيب ايه اللي هيحصل؟ وكمان هدد بالانسحاب، هدد بالانسحاب من السوبر. انا بالنسبه لي طبعا الاهلي والزمالك مهمين لنجاح البطوله، ولو الزمالك كان هو اللي داخل والاهلي داخل بالكارت الذهبي، الكارت الذهبي ده معمول عشان يدخل النادي سواء الزمالك او الاهلي وينجحوا البطوله. انما انا بالنسبه لي بالنادي الاهلي مش فارق معايا، ما تخرج ولا في 60 داهيه يكش عنك ما تشارك. ايه يعني هتعمل لي ايه يعني؟ هتعمل لي ايه يعني؟ او على الاقل تبقى البطولة نظيفة، لا فيها فساد ولا حكام ولا قرف ولا زفت ولا اطرار. ما تنسحب يا عم في 60 ده، كل حاجة هنسحب هنسحب، ما تولع يا عم، تتسحب من كاس مصر. صحيح فين عقوبة الكاس؟ عقوبة الكاس فين؟ استنى كده، ما طلعتش عقوبة الكاس؟ دور كده يا ابني معايا، فتدوره في التعليقات كده، لسه ما فيش عقوبة كاس؟ المنافس مفيش عقوبة كاس. اسكت بقى لحسن يسمعونا، وبرضه مش هيطلعوا عقوبة. فنرجع للفاسد، عاوز ينسحب مع الف سلامة ولا يفرق معايا. بس طبعا توقعك ايه برضه يا محمد؟ الخدامين اللي هم حريم السلطان، عارف حريم السلطان؟ حريم السلطان، حريم السلطان هي بنسبة كبيرة عاوزين يجيبوا له حكام اجانب. ممكن بقى يعملوا حاجه، يقول لك ايه؟ هنلعب بالحكام المصريين 3 مباريات، المباراه الاولى هنا والمباراه الاولى هنا ومباراه الثالث والرابع، انما ما هنيجي بقى في ماتش النهائي ونجيبه بحكام اجانب. قال يعني الواد جامد وشريف ونزيه وواقفه بس على الحكام، بيتظلم يا عيني. عارف انت اللي هي مش عارف ايه التي تتحدث عن الشرف، عارفها بالظبط والله العظيم، هو ده هو ده. فده بالنسبة للفاسد اللي عاوز يعني يكسب بيه. طيب إدارة الأهلي توجه الشكر للأستاذ عادل القيعي، وطبعا وجهت الشكر الأمير توفيق، يبقى كده وجهت الشكر الأمير توفيق من إدارة التعاقدات وبداله بنسبة كبيرة يا بهاني رمزي والأستاذ عادل القيعي. عارف أنا الأستاذ عادل القيعي افتكرت إيه؟ طب وانا مالي يا لمبي؟ طب استاذ عادل القيعي عمل ايه؟ وانا مالي يا لمبي؟ حاجه يعني يجيبوا الواد امام عاشور يمسك شركه الكوره. عملوا له ازاله، جابوا له قرار ازاله لشعره، عارف انت شعره كان دورين زياده اللي هو مخالف عن الارتفاعات بتاعه جهاز المدينه. فعندي بقى جهاز المدينه بقى راح جايب له قرار ازاله لشعره ورجعوه شكله زي ما كان مع الزمالك. قال يعني لما يغيروا شكله مع الزمالك مستواه يتغير ويرجع زي الزمالك. عبط احنا عصام. عصام مين ده؟ المهم فده بالنسبه للاستاذ عادل القيعي اللي خد استماره 6. كل التحيه والاحترام والتقدير للاستاذ عادل القيعي يعني. طيب تعال اقول لك كابتن حسين لبيب بيعمل ايه. كابتن حسين لبيب طيب ولعيب، حلوه لو عندك اغنيه زيها اكتبها لي في التعليقات. حسين لبيب طيب ولعيب، حسين لبيب ذكي وبياكل زبيب، اكتب لي حاجه زي كده يعني لو عندك حاجه حلوه. كابتن حسين لبيب النهارده كان في افتتاح زي منظومة طبية في نادي الزمالك للأعضاء، عاملين منظومة طبية على أعلى مستوى، وشكر طبعا الأستاذ ممدوح عباس والأستاذ أيمن ممدوح عباس وأحد الدكاترة المختصين مش متذكر اسمه كويس، وكان موجود الأستاذ مدحت العدل وكان موجود الدكتور عبد الله جورج وشكرهم، والدنيا حلوة والدنيا كويسة والدنيا زي الفل. فالنهاردة المذيع بيسأل كابتن حسين لبيب يعني على موضوع أكبر قلعة رياضية في مصر، رد الكابتن حسين لبيب
ما انتوا عارفين بقى بيرد على مين؟ على هبة. مين هبة؟ مش عارف انا مين هبة. هبة صاحب داليا. عارفين داليا؟ عارفين داليا؟ تبقى هبة بقى صاحبتها. داليا دي اللي هي عايزة ترفع قضية على امام عاشور مش عارف ليه. هبة بقى صاحب داليا. هبة المدلسة. هبة المدلسة اللي بتقول لك مش عارف مين اكبر قرعة رياضية غير الزمالك يعني. كابتن حسين لبيب بيرد على هبة المدلسة. مدلسة كيمياء. بيرد عليها بيقول لها بكرر وبقول نادي الزمالك هو اكبر قلعة رياضية في مصر. وكمان الكابتن حسين لبيب في كلام سمعته على لسانه مش سمعته بودني يعني شفته في على احد المواقع بيقول لك في اعلامي طالع بيقول ان الاهلي هو اكبر قلعة رياضية في مصر. وطبعا بيقول كده عشان الزمالك هو صاحب اللقب الاصلي وانا هعمل الاجراءات اللازمة وسنقوم بشراء ملكية جملة اكبر قلعة رياضية في مصر وتوثيقها في الوزارة وسنقوم بعرضها على بوابة نادي الزمالك ليعلم الجميع ان الزمالك هو اكبر قلعة رياضية في مصر. بصراحة يا كابتن حسين لبيب لو عملتها هحط صورتك ورايا ولا بلاش صورتك ورايا دي عشان انا بتشائم من صور الرؤساء اللي بتحط ورايا. فلو عملتها يا كابتن حسين يا لبيب تبقى طيب والعيب بس ما تكونش زي نادي القرن اللي رحنا وزارة التموين وجبنا ساعتها مش عارف ايه من التموين ازازتين زيت يعني عاوزين نعملها صح. لو هتعملها فعلا ولو في طرق مشروعة وطرق رسمية انك تاخد اللقب ده ويبقى كده على التيشيرت ولا على اللوجو ولا على البوابة بتاعت نادي الزمالك مثلا انا بتخيل معاكم نادي الزمالك وتحتها اكبر قلعة رياضية في مصر. يا ديك على الحرقان ده انت تحس الحرقان داخل لهبة من تحت كده من الباجور وطالع. عارف انت لما بتحط البتاع بتاع الباجور الناس الكبار عارفين الباجور بتحط البتاع كده فبتاع بينور تقعد تشيك 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 الباجور كده فالباجور يتعمل ساعتها والله العظيم هبة هتبص هتلاقي الالتهابات هتجيب اللي هو علبة الكريم الكبيرة دي اللي هي كيناكومب الكبيرة دي. هبة عارفين هبة انتوا. فهبة هتجيب الكيناكومب الكبير ده وتروح دهنة وتقعد بقى تدهن طول اليوم مالك يا هبة اصلا انا عندي التهابات مهببة. والله العظيم لو حصل يا كابتن حسين يا لبيب بص يعني هحط صورتك على الجنيه. ايه رأيك؟ فتبقى حلو والله اتمنى كابتن حسين لبيب يعملها تبقى جامدة جدا. طيب يمكن يعني طلع بعض الكلام والتصريحات من سوشيال ميديا الاهلي النهارده ان الزمالك بيغازل مصطفى فتحي ومصطفى فتحي عقده ينتهي مع نادي الزمالك مع نادي الزمالك مين يا رب يا درش مع بيراميدز الموسم اللي هيبدا الموسم اللي هيبدا. فمصطفى فتحي بيقول ايه بقى مصطفى فتحي بيقول اني او مش مصطفى فتحي سوري الكلام اللي بيتقال ان مصطفى فتحي بيراميدز عرض عليه التجديد ومصطفى فتحي طالب رقم كبير عشان يجدد والزمالك بدأ يتواصل مع مصطفى فتحي عشان يكون بديلا لزيزو. اولا انا كمحمد مش متأكد تعرفين لازم اقول لكم المعلومة الصحيحة مش هقولها خلاص بسكت واي كلمة بقولها هنا دي معلومة يا فندم يعني ولما تكون يعني التوقع او المعلومة 50% بتلاقيني اول واحد بقولك يا فندم المعلومة 50% كده يعني. انا معرفش مصطفى فتحي عقده بالظبط هينتهي امتى هل الموسم الجاي الموسم اللي بعده اللي بعده اللي بعده معرفش ولكن الكلام بيتقال ان نادي الزمالك بدأ يفتح خطوط مفاوضات تجنبا لتجديد زيزو. والله انا بالنسبة لي مش اقول رأيي هل مصطفى فتحي افضل ولا زيزو لان انتم عارفين رأيي في القصة دي ومش هفتح فيها جدال تاني يعني كلامي على زيزو بعد كده هيكون في نطاق الخبري مش هقعد بقى كل شوية اقول رأيي رأيي الناس كلها عارفة رأيي في زيزو وهو بالنسبة لي ايه. ولكن هل نادي الزمالك ده اذا صحت هذه المعلومة وانا هتأكد لكم منها اليومين الجايين هل نادي الزمالك فعلا بدأ يفكر في بديل زيزو؟
هل نادي الزمالك بيؤمن نفسه لعل وعسى تكون طلبات زيزو فوق مقدار وقدرة نادي الزمالك؟ ايه يا محمد، هو زيزو طالب ايه عشان يكون فوق قدرة نادي الزمالك؟ ما انا ما قلتلكش، زيزو الاستاذ هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ده تصريح رسمي، بيقول لك احنا عرضنا عليه 60 مليون وهو رفض، فاذا زيزو طالب فوق. ناس المعلومه اللي عندي ان هو طالب 100 مليون صافي ضرايب، يعني بالضرايب حوالي 100 وي 120 136 حاجه كده، معرفش الضرايب 36% ولا ايه. المهم يعني فزيزو طالب رقم كبير جدا الزمالك مش هيقدر عليه. فهل نادي الزمالك بدا يتكلم مع مصطفى فتحي تحسبا انه ما يقدرش يجدد لزيزو؟ دي نقطه. النقطة التانية، طب ايه هي طلبات زيزو يا محمد بالظبط؟ والده طالب ايه؟ والولد، وخلي بالك والده وهو بيتكلم، يعني زيزو بيتكلم، والده مش هيقول السلام عليكم غير لما يكون زيزو هو اللي قايل له قول السلام عليكم، يعني عشان بس نكون، اصل الناس بتفرق ما بين زيزو ووالده. لا يا فندم، هما الاثنين واحد. ده ابوه، هما الاثنين واحد. وابوه مستحيل يقول كلمة مش على لسانه. ايه طلبات زيزو؟ زيزو طالب انه يجدد موسمين بس. الموسم ب 100 مليون صافي ضرايب، ده الطلب الاولاني من الحاج مصطفى زيزو. الطلب الثاني ايه؟ الطلب الثاني عاوزين كل سنه، مش مره واحده، لا كل سنه منحه تعاقد 40 مليون جنيه خارج العقد. تكون خارج العقد يعني بعيد عن ال 100 مليون الصافي، عاوز بقى ياخد منحه تعاقد 40 مليون جنيه. طب ايه تاني؟ عاوز يحط شرط جزائي 2 مليون دولار للرحيل خارج مصر مش داخل مصر. اوكي، عاوز يجدد موسمين بس. ليه يجدد موسمين بس؟ عشان بعد الموسمين لما يخلصوا يطلب بقى في الموسم الواحد بدل 100 يخليهم 200 مليون. انما لو عمل اربع سنين، لو جدد اربع سنين، زيزو هياخد في الاربع سنين كل سنه 100 مليون 100 مليون. لا، هو عاوز سنتين بس عشان يخلصوا بسرعه يقلب، وفي السنتين التانيين يطلب بقى في المره الواحده او في الموسم الواحد 200 مليون. عشان كده هو عايز يجدد سنتين بس، والزمالك عاوز يجدد له اربع سنين. زائد ان هو الطالب يعني حاجات غريبه، بدل سكن مش عارف كام، رقم اتخطى ال 50,000 جنيه، معرفش 50,000 جنيه ولا دولار، والله ما اعرف يعني، بس اعتقد 50,000 دولار دي يعني ده كتير قوي. ماشيه 50,000 جنيه، هي جات لي 50,000 المعلومه اللي جات لي. فبرضه زيزو او والد زيزو طالب، دي الطلبات اللي يعني معظم الطلبات اللي زيزو طالبها. فطبعا الكابتن هشام نصر لما طلع اتكلم على قناه اون، الراجل ما اتكلمش من فراغ، الراجل انفجر لانه مش قادر يتكلم. والراجل قال لك اللعيب بيساوم بالنجوميه بتاعته، ده نائب رئيس نادي الزمالك، ده تصريح رسمي من نائب رئيس نادي الزمالك. انا ما بقولكش رايي، انت عارف رايي، ولكن انا بقولك بشكل خبري بقى، ده نائب رئيس نادي الزمالك بيقول لك اللعيب بيساوم بنجوميته وطالب فوق ال 60 مليون اللي هم طبعا 100 مليون كل الناس عرفت القصه دي. دي الطلبات اللي زيزو طالبها لمجلس اداره الزمالك مش قادر ينفذها. هتقولي ممدوح عباس يدخل ويتكلم ويعمل فوق ممدوح عباس كبيره، هيدفع 15 20 مليون. طب هل الزمالك هيدفع 80 مليون؟ اذا كان عقد الرعايه اصلا بتاع نادي الزمالك 100 مليون، فانت كده هتاخد عقد الرعايه كله تديه لزيزو بس. لن اقول رايي لانكم تعرفون رايي جيدا في هذا الملف الشائك الملغم، ولكني بناقش الامر معكم بشكل خبري فقط. اكتب لي رايك، اكتب لي رايك في التعليقات. سعدت جدا بيكم، وان شاء الله دايما نتقابل على خير وصحه وسعاده. لا تنسوا الدعم اللي بننتظره منكم يوميا، وشوف حضراتكم على خير ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم. مع السلامه.